ثم يأتي ذلك الرجل ابن أبي ذؤيب المحدث، وكان جالسا في الجامع الأموي، فيدخل ذلك الأمير بجنوده، فقام الناس جميعهم رهبة من قيوده أو رغبة في نقوده، ولكنهم قاموا أيا كانت النوايا، إلا ذلك المحدث الكبير الشيخ الكبير لم يقم، فكان شامة بين الناس وواضحا ومميزا، فجاء إليه وقال له قم. وقف. قال لما لم تقم كما قام الناس؟ ليش ما وقفت؟ فنظر إليه وقال أردت أن أقوم كما قام الناس، ولكني تذكرت قول الله يوم يقوم الناس لرب العالمين، فتركت هذا القيام لذاك القيام. فقال اجلس، والله ما بقيت شعرة من جسدي إلا وقفت. إذا استشعرت عظمة الله عز وجل والله ما يهمك أحد، ولا ترجو أحد، ولا تخاف أحد. وأنا أنتهي من هذا الكلام، قال لي واحد، قال لي لو سمحت أستاذ الله يعطيك العافية، هذا الكلام يعني جميل وإيماني، لكن الواقع إذا مديري ما يرضى عني بهذا اللفظ، قال باكل تبن أنا وعيالي. قلت له اتق الله، اتق الله. وهل ما كنت أقوله من عظمة الله ليس واقعا؟ أليس هذا واقع؟ لكنه الواقع الذي يغيب عن أذهان الذين يظنون أن البشر ينفعون ويضرون. عندما يغيب الإيمان تخشى الناس، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فهو يزني لأن الإيمان في تلك اللحظة غاب. كذلك الإنسان الذي يهاب الناس لا يهاب الناس حين يهابهم وهو مؤمن، عندما يستشعر أن كل شيء بيد الله عز وجل، هو النافع هو الضار، هنا والله ما يخاف من أحد بإذن الله تعالى، ولا يخاف إلا الواحد الأحد. تصعيد الذات يا كرام، أو تصعيد التوكيد، احنا قلنا من قال نعم كثيرا خسر نفسه، شوف الموازنة، ومن قال لا كثيرا خسر الآخرين، ومن قال ربما ترى يخسر الاثنين، خسر الاثنين. تدرون ليش؟ لأن ربما ويمكن وشوف تراها عبء عليك، متى تحس انك مرتاح؟ إذا طقيتها في وجهه، وصلت أرسلتهم رسالة قلت تراي ما أقدر، تحس انك ارتحت. طيب ماذا لو كانت معظم حياتك ربما وإن شاء الله ونشوف، ربما وإن شاء الله ونشوف، تتعب والناس يتعبون منك، متعب. تخيل زوجتك بهذا النوع أو زوجك من هذا النوع، وبالتالي من قال ربما كثيرا خسر الاثنين. طيب كيف أنا أصعد الذات، أو كيف أصعد التوكيد الآن؟ كيف أصعد التوكيد؟ بالطريقة التالية. واحد، أولا بإظهار الاستياء، بمعنى إذا أحد تجاوز حدوده معك، أو السخرية، أو طقطق عليك، أو سخر منك، أو أهانك وحشاك، أولا أظهر الاستياء. إظهار الاستياء أحيانا يكون جسدي، أحيانا بنظرة، أحيانا بعدم الابتسام، أحيانا بعدم المجارات. بعض الناس يجي يقول لك وش ذا الكرشة، والله بالحلا خلها على الله، ورز بكاس ثم تجيني تقول لي والله أنا ودي أكد ذاتي، أحسن أنا بطقطق عليك بعد، طالما أنت تسمح لنا بذلك، لا تكون جدارا قصيرا. واحد إظهار الاستياء، اثنين التلميح له، التلميح إعطاء إشارة، طيب خير كذا، خير خلاص، شيء موجه له. الاستياء شيء مو موجه له، التلميح شيء موجه له، هذا يسمونه تصعيد التوكيد. طيب إذا ما استجاب، أعطيك مثال، معلش تقعد تشتغل مركز في الشغل، واثنين من ربعك في الدوام يسولفون وضحكون يسولفون يضحكون، طيب شو تسوي؟ الضعيف شو يسوي؟ يطحن في روحه ويتحسبن ويدعي عليهم، طيب هذا ضعيف، أو يأخذ غريضاته يروح يشتغل في مكان ثاني أيضا ضعيف، طيب شو المفترض؟ أقوم أطاق معهم أيضا ضعيف. الأفضل أنك تصعد التوكيد، أول شيء تظهر الاستياء، ثم تلمح تقول يا جماعة ودي أركز شوي، تلمح. أحيانا تنبه في الخفاء، أحيانا أحد يشتمك أو يسخر منك في جلسة، فإذا ما أفاده
الاستياء ولا التلميح تنبه في الخفاء بعد الجلسة أو ترسل رسالة: أنا ما يعجبني هذا اللي سويته، أنا ضايقني الذي فعلته، أرجو أن لا تكرر مثل هذا الشيء مرة أخرى، تنبيه في الخفاء. طيب ما استجاب؟ تحذيره في العلن قدام الناس: أبو فلان ترى أكثر من مرة أنت مارست هذا السلوك. تحذيره في العلن، لابد أن توقفه أو تتحدث إليه في العلن. طيب ما استجاب؟ أحسنت، رد الإساءة عليه. أحسنت، رد الإساءة عليه مثل ما تكلم ترد عليه. ما تفهم أنت اللي ما تفهم، أنت اللي ما تفهم. الشافعي يقول: من استغضب فلم يغضب فهو حمار. تقول لي الغضب، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، أقول لك نعم، لكن الغضب صفة كمال، والدليل وجودها من صفات الله عز وجل، ووجودها من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، هي صفة كمال. لكن كيف تغضب وعلى من تغضب وفيما تغضب، هنا الكمال. نعم، ولماذا تغضب، هنا الكمال. فأرد عليه رد الإساءة. طبعا هل يمكن نصل هذه المرحلة؟ في الغالب إذا تدرجت يندر أن تصل هذه المرحلة، يندر. طيب ما استجاب؟ خلاص، عملية الرادع، ممكن توقف تكلمه، تطلب أحد يتدخل. أنا ما أجلس وأنت موجود، أنا لا يمكن. لا تمررها، عملية ردع لا يمكن. لكن أعدك بإذن الله أن بعملية التصعيد أنك ما تصل إلى هذه المرحلة ولا إلى هذه المرحلة. وإذا وصل كما قال الشاعر: إذا لم يكن إلا السنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبها. خلاص أنت مضطر الآن، تفضل. المفترض إذا لم يعرف من هذا الرجل الإساءة المتكررة، يعني مو بلازم في جلسة واحدة تحدث هذه، ممكن قبل جلسة سوى شيء والآن سوى وقبل يومين سوى، فهذه إساءات هذه متراكمة. اثنين، نوعية الإساءة، أحيانا تكون الإساءة فيما يجب الغضب فيه. لذلك الشافعي لما قال: من استغضب فلم يغضب فهو حمار، وقال: من استرضي فلم يرضى فهو شيطان، ماذا كان يقصد؟ كان يقصد أن ثمة ملفات حساسة الدخول فيها يوجب الغضب. من ضمنها الحديث في الأعراض، التعدي على الأموال، تعدي على الأموال، الحديث في النيات، لما يتهمك في نيتك، لا، هذا يجب أن تظهر الغضب. لا، ما لازم تدريج الآن، مو لازم تدري. أحياناً تظهر الغضب، توقف عند حده بالعلن مباشرة، تحذره في العلن. وأي إنسان يا كرام يغيب أو تغيب عن صفة الغضب، كما قال ابن القيم، تغيب عن صفة الشجاعة إذ هي ملازمة لها، وتغيب عنا صفة الشهامة، وتغيب عنا صفة الحمية، وتغيب عنا صفة الغيرة. لذلك سلوك الغضب ليس سيئا، ولكن كيف يستخدم وأين يستخدم ولماذا يستخدم ومتى يستخدم. أيها الكرام، لاحظوا الصورتين الآن. هذه جزرة طويلة عميقة وشجرتها صغيرة، وهذه جزرة صغيرة وشجرتها كبيرة. كلاهما يا كرام، كلاهما في توكيد الذات غلط. ليش؟ أحياناً يكون في خاطرك شيء كبير وتعبيرك عنه بسيط، ليس من توكيد الذات التلميحات البسيطة. توكيد الذات من أهم مهاراته المثابرة،